يسعد صباحكم عن جديد مشاهدينا، وصلنا لحنا وياكم لمسك ختام حلقتنا، مثل ما منقول الفقرة اللي لحنا مننطرها من بداية مشوارنا الصباحي لنتعرف كل مرة على موهبة جديدة، موهبة هيك بتخلينا على طول مبتسمين وترافق ابتسامتنا كمالة النهار الليلة. أكيد شيرين، وموهبتنا اليوم يعني حتتحفنا أكيد بأغاني جميلة. معنا الطالبة ألما سامر السليمان. يسعد صباحك ألما وأهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، تسلم. وأيضا معنا الأستاذ ماهر السليمان. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، يعطيكم العافية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. ألما، شو رأيك هيك بالبداية نعرف المشاهدين أكثر عنك، عمرك بأي صف؟ اسمي ألما سامر سليمان وعمري 14، صف تاسع. العمر كله يعني هل إحنا السنة عنا شهادة؟ ايه. طيب ألما، أكيد نحن متشوقين مثل المشاهدين بأنه نسمع صوتك الحلو، شو حابة تسمعينا بالبداية؟ غناية فيروز صباح المساء. طيب هلأ بالبداية رح نسمع بدون عزف. ايه. يلا تفضل. صباح ومساء شي ما بينتسى، تركت الحب وأخدت الأسى، شو بدي دور لشو عم دور على غيره، في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره، شو بدي دور لشو عم دور على غيره، في ناس كتير لكن بيصير ما في غيره، حبيبي منيح لشو التجريح تعب مني، أنا اللي كنت ما بفهم بنت حمل عني، لعل وعسى اترك هالأسى ويرجع لي حبي صباح ومساء. الله الله, الله يحميك يا ألما. ألما، من إمتى بلشتي بالغناء؟ من شي 4 أو 5 سنين، صف خامس تقريبا. حلو. أستاذ ماهر، حضرتك عمة لألما. أنا عمة لألما، وكمان يمكن عم تساعدها بالتدريبات أو هذا. بالضبط، بساعدها بالبروفات. ألما يعني موهوبة، لما شفنا أنه فعلا هي موهوبة قعدنا نساعدها باختيار الأغاني، زائد أنه عم تتعلم كمان، يعني حاليا عم تعزف كمان. حلو. كمان تمام، فحبينا ننمي للموهوبة أكثر بأوقات الفراغ. نحن بالاجتماعات العائلية والأعداد العائلية بنقعد نتدرب ونسمع بعض. تمام. ألما وين عم تدربي كمان؟ هلا هو غالبا دروس خصوصي يعني بيكون، وكنت اتدرب معهد كثير قبل مجرد. كثير حلو. يعني هلا حتى العزف على آلة الكمان كمان من الآلات الوترية اللي نوعا ما بيقولوا عنها المواهب اللي بتجي لعنا بأنها صعبة، فأنت ليش اخترتي الكمان يعني؟ وطالما في الأستاذ ماهر عمك عنده العود يعني موجود بالمنزل، يعني كان علمك. كنت شوف على طول رفيقتي بتعزف كمان وهيك، فحبيت جرب، كنت اسمع على طول فحبيت جرب، وبابا ساعدني يعني حتى. حلو. هلا يمكن محضرين غناء مشترك. او مشترك يعني عزف وغناء. هنسمعكم مشترك. تفضل. من علينا
جيت أشكي من شوقي وأكثر بلاي من الهم من هام القلب من هام عدني من غم ومن هام وإن جيت أشكي من شوقي وأكثر بلاي من الهم قاعد بوسط الدار خد نجم العيوقي بشعشع عشبين ونوار يا معتيلي من فوقي تجمعنا بحلو المبسم من هام القالب من هام عدني من ضم ومن هام وإن جيت أشكي من شوقي الله يعني تمنينا انه ما تخلص ابدا يعني فعلا كثير العزف جميل وساحر وحتى صوتك كثير قوي ألمع هاد بخلينا نسال انه انت بتختاري هاي الاغاني اللي بتنوعي فيها بين الفولكلور بين الاغاني الجبليه القويه بين اغاني هيك الهاديه تخبرينا اكثر كيف بتختاري المعزوفات والاغاني هلا اكثر شيء بدهم يكون اغاني بالبقل صوتي اكيد وبحاول يعني نوع بين انه اجمع بين تراث محافظتي وبين يعني الأغاني المنتشرة في الوقت حلو. تسمع يعني هاي الأغاني تبع هذا الجيل بتجربي هيك الدندنية أحياناً ولا لا أنا أنا بلشت غني الأغاني القوية فبدي حافظ مثلاً على هذا المجال هلق يعني بحاول يعني أجمع بين الاثنين يعني ما أنه أعزف أو غني صنف واحد هون بتتدخل باختياراتها يعني لا 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 عم تدربها أكتر شيء نهائي بخليها تسمع كل شيء يعني كل شيء عرض على الفضائيات وعرض على الاستوديوهات أكيد إلو لمسة صح فبتسمع كل شيء بس كل ممكن الألوان. يعني إنه تساعدها بالاختيارات ولا إنه هذا ساعدها شيء أقرب لصوتك يناسب بالضبط يناسب صوتها أكتر حلو. طيب ألما شاركتي كمان بمسابقات مثلا للتحكيم هيك كنتي بضمن لجنة مثلا اختبروا صوتك وقالوا أنه صوتك جميل أكتر ضمن مثلا حتى مهرجانات المدرسة إيه لقب المدرسة أكيد يعني بالصف وأساتذة الموسيقى وهيك على طول بسمعوا صوتي وبغني بالصف بس إنه بمسابقات وهيك لا ما صح لي ولا مدى شارك نتمنى في عندك هيك طموح يعني أكيد 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 يمكن هلا بعد ما نخلص من التاسع بصير بقى نقدر نشارك أكثر شو محضرتي لنا هلا كمان يا ألمى في غناية لآدم تفضل خلصت لحكاي صارت وراي أنت اللي اخترت البعد شو بدك مني بعد ما تلحكي وهيدي النهاية فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري أوقات الصح صعب علينا نشوف دغري ومنلاقي الغالي علينا مخبى بتوب الكذبي من جوا رخيص من برا ذهب وقشري فكرتك صح وكانت هيدي غلطة عمري أوقات الصح صعب علينا نشوف دغري منلاقي الغالي علينا مخبى بتوب الكذبي من جوا رخيص من برا ذهب وقشري الله الله يحمي لك هالصوت يا ألمى ألمى شو حابة تكوني بالمستقبل؟ أكيد حابة أكون مغنية مشهورة وفي مواهب تانية بعزف كمان وبرقص بالي يعني حابة طبعا. أنك تكوني محترفة غناء بالمستقبل وتمشي بهذا المشوار الطويل وأكيد أستاذ ماهر يعني مشوار كتير صعب بحاجة لمتابعة مستمرة شو النصائح هيك اللي بتخبرها إياها دايما لألمى يعني النصيحة الأهم أنه أي مجال تتمكن منه لا تشتت موهبتك يعني تتابع بنفس الاتجاه
تماما. وانت اكيد انت رح تضل معها، رح تضل معها. انا عمها ما بتخلى عنها. يمكن كمان ما بعرف كمان في حدا من اخواتك كمان بيحب انه هو يغني، ممكن كمان انت عم تساعده ولا بس الما؟ نحن اغلب العيله يعني موسيقيين وبيغنوا، في بنت عمي وابن عمي ما شاء الله، يعني عائله فنيه. عندي الاولاد الاثنين، البنت عم بتغني بكورال شرقي وبتعزف بيانو وطالبه بكليه الهندسه. حلو. حتقدم على المعهد العالي السنه الجاي. الولد عندي صف 10 بيعزف ايقاع. حلو. يعني اكيد بيكون في جو من المنافسه وقت اللي بتكون وهيك بجمعه عائليه، فبيكون في عزف وغناء، يعني كثير بيعطي شيء حلو. الاجتماعات تبعنا كلياتها غناء. اكيد احنا بنتمنى لك كل التوفيق يا الما، وبنتمنى دائما حتى يعني تشجيع المواهب هو بيدعم اكثر طالبنا بكل مجال. فبنتشكر كمان عطائك المستمر استاذ ماهر سليمان، نورتنا واهلا وسهلا فيك. شكرا لحضرتك كمان الما، نورتينا. نحن اسمحي لنا رح نودع المشاهدين وبعدين نرجع عم نختم مع صوتك، بيكون آخر شيء بمشوارنا الصباحي لهذا اليوم. شكرا. مشاهدينا، يعني مثل ما بلشنا بالمحبة رح نودعكم أيضا على المحبة وعلى الكلمة الطيبة الصادقة اللي بتخرج من القلب لتوصل دائما للقلب. بكرة فريق أعداد جديد، لكن كمان حابة أتوجه بدعوات وأماني طيبة لطلابنا بالجامعات السورية اللي كمان بدأت امتحاناتهم الفصلية. نتمنى لهم كل التوفيق. شوفكم بكرة، إلى اللقاء. وانا بدي ودعكم مشاهدينا، وبدي اتمنى لطلابنا اللي اليوم بلشوا باول دوام، اول يوم بدوامهم بالفصل الدراسي الثاني، كل التوفيق وبدايه اسبوع موفق للجميع. لقونا بكره مع فريق جديد من فريق صباحك خير سوريا، ولا رح نترككم مع الما. تفضلي الما، تفضلي. شو محضرتي لنا؟ هيك شيء نختم فيه انه تكون اخر شيء بيسمعوه انت، يلا تفضلي. وينك وينك شو اخبارك؟ اللي بعدك بتحنلي، بعدك تطلي بعيونك بتوشوشني، ضلي ضلي. وينك 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 تطلي وين صارت؟ ما قولي ما غيري صارت، وقولك غيري بينسيا أحلامي الخبيتن فيا. كل ما الماضي صوبي حول بيحكي قلبي ريته طول. آخر مرة بدي أسأل لم لمعتر الحب الأول؟ بعدك بتحن اللي بعدك. وينك وينك.